شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي الكريم، أختي الكريمة، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي كاين دارج في إطار السلسلة اللي حنا دايرينها ديال التطوير الذاتي، واللي تحدثنا عنها في الفيديو اللي هذا اللي فات، ولا غادي نستمر إن شاء الله حتى نحاول أننا نرتقي شوية بالمستوى ديالنا، ديال الطريقة ديال التسيير والمقاولة، وكيفاش نقدر أنني نطور واحد الشخصية قوية جدا اللي ممكن أن نتعامل بها وندمج بها راسي في خصوصا في المجتمع في إطاره كمقاول. موضوع هذه الحلقة هذه هو كيفية تجنب، كيفاش نقدر أنني نتجنب الأشخاص اللي هي السلبية واللي كتحبطني واللي كتخليني أنني نفشل ومن من 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 ما نبداش المشروع ديالي، ولا ما نبداش، ولا ما نتاخذش القرار ديالي، ولا ما نمشيش للمدرسة الفلانية او ننشئ المشروع الفلاني. اخ الكريم، من بين الاشياء اللي هي مهمة جدا 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 لما كتكون عندك واحد الخطوات اللي انت باغي دير برنامج على اساس انك تقرا في مؤسسة معينة وانك تنجز مشروع معين، بناء مشروع ديال الحياة ديالك، او سواء كان بسيط او مشروع كبير او غير ذلك، الواجب عليك انك تحتاط، خصوصا لان شنو كيوقع لما كتتحدث على الموضوع او لك تطلب الاستشاره من ذوي من الاشخاص اللي هما محيطين بك، وهما غالبيه الاشخاص هادو اللي كتلقاهم وناس اللي هما سلبيين في الحياه ديالهم، ناس اللي ما عندهاش تجربه كبيره جدا. ولهذا من الواجب عليك ان ضروري عندك كيفاش لما كتشوف ان الاشخاص اللي محيطين بك، ربما يكون اصدقاء، اب، اخ، الناس اللي في المحيط ديالك في العمل ديالك وغير ذلك، لما كتشوف بان هاد الاشخاص هادو سلبيين، من الواجب عليك الا بغيتي انك تنهض بالمستقبل ديالك وتطور نفسك انك تتفادى هاد الاشخاص هادو وتاخذ القرار على اساس انك تتعامل معهم بواحد الطريقه اللي هي احترافيه. كي دير هاد الطريقه الاحترافيه، من بين الاشياء اللي هي مهمه جدا جدا جدا، الا كنتي باغي تطلب استشاره ولا باغي تسول في اتخاذ قرار معين، سواء في الخدمه كيفاش غادي نقدر، باغي نحبس الخدمه وغنمشي لمجال المقاولات، باغي ندير هذه، وكتستشر من بين الاشياء الاولى هي انك دائما اطلب النصيحه ولا استشر، غتمشي تستشر مع الاشخاص اللي هي عندها ذوي الكفاءات والتخصص في الميدان ولا في المجال اللي انت باغي فيه النصيحه. ماشي اي واحد غتستشر معاه، ماشي اي وحده غادي تستشر معاها يا اختي الكريمه، تمشي تشوفي صاحبتك كيما كانت، لان بحكم انك كتخدم معاك ولا غاديه معاها جايه، راه غادي تكون عندها الكفاءه باش انك تنصحك تاخذي قرار ديال الزواج، ولا قرار انك تغيري الخدمه ديالك، ولا قرار انك تسافري، انك تدرسي في دوله معينه، ولا نفس الشيء بالنسبه للاخوان. الأشخاص، كل شخص عنده التخصص ديالو، كل شخص عنده لاماتوريتي ديالو، النضج ديالو في المجتمع. لهذا من الضروري منك لما كتطلبو وغتستشرو ما تمشيش لأيا كان، لأن لما كتمشي لأيا كان كما كنسميوه حنا الشخص لومبدا، يعني الشخص العادي اللي كياخذ جميع المعطيات كيتريتيها بالمشاعر ديالو، كيعطيك المشاعر المشاعر المشاعر، وانت كيخليك انك تحبط، وكيخليك انك ربما تاخذ القرارات اللي ماشي في مصلحتك، وفي بعض الاحيان قد تحطم المستقبل ديالك والحياه ديالك. دونك كتمشي تاخذ المعلومه من الناس وكتستشر مع الاشخاص ذوي الكفاءات في التخصص اللي انت باغي فيه النصيحه. هذه من بين الاشياء. الحاجه الثانيه، حاول انك تتعلم انك ماشي اي واحد في المحيط ديالي غنعطيه جميع المعلومات ولا القرارات اللي يعني كنتاخذها في حياتي. علاش؟ لان خص يكون عندك واحد الفلتر، انك تعرف بان الفاكهه كنجلس في القهوه ماشي هذاك هو المحيط، ربما حنا كنتفرجوا في الماتش والاصدقاء ولا الدرب اللي دائما كنجلس معاهم، ماشي بالضروره هذوك هما الاشخاص اللي خصك انك تحدمت معاهم على اساس انك غادي دير مشروع اونلاين، ولا غادي تبدا التجاره اونلاين، ولا غادي تقرا الكتاب الفلاني، ولا غادي دير ستاج الفلاني. علاش؟ لان ما عندهمش الكفاءات والطاقه الاستيعابيه باش يفهموا شنو كتقول لهم. وفي غالبيه الاحيان لما غادي تبدا في الموضوع ديالك، اسكت ناس تفرج، غتولي في واحد الطاقه اللي هي الطاقه السلبيه اللي غادي يخليو ان هاد الاشخاص هادو غادي يفشلوك. ودائما غادي تلقى لما كتكون كتجلس مع الناس اللي هما سلبيين وما عندهمش يعني بزاف ديال الامال، ولا محبطين، ولا
في غالبيه الاحيان كتلقاهم هما ما عندهمش الكفاءات انه يفهم ولا انه يدير داكشي اللي انت باغي دير. اشنو كيدير؟ كيفشلك، كتهضر معاه كيقول واش داروا باغي نمشي نقرا وغادي ندير وغادي ندير المشروع الفلاني ونمشي اشوف صاحبي فلان والفلان راه كيقرا عنده الدكتوره فسميتو راه غير جالس راه داك النهار كان لا صعب في البرلمان حب دابا بالبرلمان اشوف فلان راه كان سميتو ما نعرف كان مشى حتى لهذا وفي الاخر راه هو يلا عاد حرق الاخر يعني كيعطيك ما عمر غادي يجي يقول لك شوف ولد فلان وفي نفس الحومه كيكون عندك افلان راه قرا ولا دكتور وخدام فلان راه مشى ودار دكتوراه في المجال الفلاني وفلان في تخصص جميع متيقن ان جميع الاحياء في المغرب كيكون هناك كفاءات كتلقى اساتذه ولكن الاشخاص السلبيين دائما كتلقاهم هما كيعطيك دائما الجانب السلبي ديال المجتمع كيشوف غير الكحوليه ما عمرو كيشوف داك الابيض داك الزوين اللي كاين في بعض الاحيان لا اقول بان هذه الامور كتحقق وكل شيء الناس كتوصل ولكن هناك امل كبير جدا لما كتخدم لما كتقاتل لما كتعاودها في دماغك وهنا غنجيو لواحد النقطه هي اللي مهمه جدا علاش كنقول لكم انكم تفادوا هاد الاشخاص اللي هما سلبيين لان كل ما يوميا كتجلس في القهوه ويوميا كتجلس مع الاصدقاء ديالك يوميا كتعشرهم كتمشي معهم للمدرسه كتمشي معهم للبحر كتمشي كتجلس كتخدم معهم كتوقف معهم في راس الدرب يوميا كيعاودوا لك بان الوقت ما دايره والو الوقت ما دايره والو الوقت ما دايره والو الخدمه ما كاين والو ميت الحركه ميت الحركه ميت الحركه في العقل الباطني ديالك لما كتكرر عليه معلومه اكثر من مره اشنو كيولي كيولي كيصدقها بكل سهوله وبيكون روح رياضيه كتولي انت كشخص اللي كنتي مليء بالحيويه كنتي باغي دير مشاريع كنت عندك احلام كنتي باغي تخدم كتولي كتقنع كتقتنع مع دوك الاشخاص كتولي كتستسلم وكتحط السلاح ديالك وكتولي كتقول اه فعلا ما كاين والو وهذا من بين الخطوره بمكان لهذا الا كانوا هاد الناس هادو لما كيكون كيهضر معاك كتصنتلو كيهضر معاك حاول انك داكشي كامل اللي كيقول لك كتكونفيرتي كتردو العكس ديال داكشي كي هو كيقول لك راه ما كاين والو انت كتقول في راسك لا لا انا غادي نوصل انا غنوصل غنوصل فاش مشى للدار حاول سد عينيك وبدا تقول انا غادي ننجح انا غادي نوصل انا غنوصل انا غادي هذا الشيء غادي نتعلم وغادي ندير غادي ندير المشروع الفلاني انا غادي نوصل كل ما عودتي الدماغ ديالك على اساس انه يتقبل الفكره ويدخلها ولو كانت صعبه كل ما بانت لك الامور انها كتحسن وانت كتطور نفسك وانت كيبانوا لك الابواب والله سبحانه وتعالى كييسر لك كيصيفط لك غير الناس اللي هما ايجابيين لان هذا راه مشكل ديال العلاقات كانه مشكل مغناطيس الاشخاص السلبيه ولا مصاصي الطاقه كيجروا بعضياتهم والناس اللي ايجابيين كيجبدوا كتلقى كتلقى دكاتره كيجلسوا مع دكاتره مع اساتذه مع الناس كيمشيو يلعبوا في لاصال دو سبور نفس الشيء الناس اللي المستوى الثقافي ديالهم ميت الكارو كتلقى جالس مع الناس وهذا والجوانات والمخدرات يعني حتى في الخرجه ديالهم كتلقاهم كتل يعني انت الا بغيتي انك تنهض والمستقبل ديالك وتهيئ المستقبل راه خاصك تعرف فين غادي تحط راسك خاصك تعرف فين غادي تحط راسك ومعمل غادي تحط راسك كاين واحد المثل كيقول الطيور على اشكالها تقع ولكن من الواجب ديالك انك تعرف هاد الطيور هادي اللي انت باغي تجلس معها وتريح معها وتعاشر معها وتستاشر معها يعني تناقش معها خصوصا فاش كيكون الصعوبه لما كتكون انت كمبتدئ كتكون فيك ديك الحماسيه باغي تقول للناس اش غادي ندير شنو هذا 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 وفي بعض الاحيان كيكون المحيط ديالك حتى الاسره كتلقى الاب او الام ما مقتنعينش بداك الشيء غانوض تخدم وانت كتضل كسهران في الانترنت باغي تخدم باغي تعلم التجاره اونلاين باغي تربح كنقول لك انا النقطه اللي هي مهمه في هاد في هاد المرحله هادي هي ما عمرك تدخل في شي صراع لان داك الصراع هو في نفسه كتمشي كتناقش مع الاشخاص اللي هما ما كيشاركوكش ما متفقينش معاك ولا كيحبطوك الا مشيتي كتجي كتهضر مع شي شخص اصدقاء ديالك كتقول لهم غندير غنديرها شنو كنتعلم هذا كيقول لك اش هو والله قول له واخا ان شاء الله يكون خير غادي نفكر ربما وقيل عندكم الحق الا دخلتي معاهم لا وانا دائما الاشخاص السلبيين عندهم كافه الطاقه السلبيه باش انهم يقنعوك في الاخر يبدا يعطيك من هذا غادي يبدا من الاول من التجاره الالكترونيه وسير هنا هنا توصلك للقضيه الفلسطينيه وحنا كاع كنموتوا وحنا هادي وغادي يحبطك لواحد دخل لدارك باغي غير تنعس يعني الشقيقه في راسك وهاد الاشياء راه كاينه وسكون تعرف كيفاش كتعامل معها ولما كتكون في الاسره الاسره للاسف الاب ولا الام ولا الاخوان اللي انت عايش منهم ولا المحيط خصك تصبر
وما تحاولش، حاول انك تتفادى المواضيع حتى تقدر انك بسرعه تنتج شي حاجه اللي تقدر تبرهن اليوم، لان ضروري لما كتبينه بالنتيجه بانك تقدر ما تقلبش على شي نتيجه كبيره جدا، ولو انك كمثال غير تحقق 10 دولار ديال الربح، ان فوا حققتي 10 دولار ولا 30 دولار ومشيتي جبتيها من الكيشي وريتيها للاب ديالك ولا الام، خلاص غادي يخليوك انك نفس الشيء. بغيتي تخدم في اليوتيوب، بغيتي دير قناه، بغيتي دير اي مجال اللي انت كتبغيه وباغي تنتج فيه ولا الفن ولا شي حاجه، راه صعب جدا لما كيكونوا الناس، لان التفكير ديال 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 المجتمع مغاير كمثال بزاف ديال المظاهر، واللي ما عندوش الفلوس كما كنقولوا حنا كيقولوا الثقافه العامه راه في كلامهم السوس والسياره خص، هذه بالنسبه لهم هناك معايير ديال النجاح اللي ماشي دي ستاندر اللي ما هما ربما ما كيحققوش السعاده، ولكن المجتمع هذا الشيء علاش كيتبنى. ولهذا باش تخرج راسك انت من هذا الشيء هذا وتقدر تحقق شي حاجه وتحقق الذات ديالك، راه من الضروري ترد البال لهذا الشيء هذا. اخوات نفس الشيء، الاخوان الاخوات خصوصا في التليفونات كتعيط على الصديقه ديالك كتبدا تعاود لك المشاكل الزوج ودارو دارو 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 دار، حتى كتشحنك بواحد الطاقه سلبيه كبيره جدا، كتقطع مع التليفون، كيدخل الزوج ديالك اول شيء كتبغي تضربي معاه، علاش؟ لان ديك الطاقه اللي تشحنتي بها كبيره جدا، الوليدات ديالك كيخلصوا، راجلك كيخلص، في الاخر فاش كتجلسوا مع بعضياتكم كتجلسي الارض كتبردي كتقولي شنو كندير، ما فاهماش منين جاك المشكل. جاك المشكل بانك تشحنتي بواحد الطاقه السلبيه اللي خصها تخرج، خصها تخرج في الغوات، خصها تخرج في المشاكل، خصها تخرج في مجموعه من الاشياء اللي لا علاقه لك بك انت. ولهذا لما كتلقى الامهات او السيدات اللي كتلقاهم عندهم واحد السعاده في يعني في دارهم، كتلقى ما عندهاش صحابات بزاف ولا ما عندهاش علاقات كبيره وما كتليفونات وداكشي، حدو قدو لاباس بخير الام طف طف وكتبقى. ولهذا ردوا البال بان العلاقات والمحيط كتشكل دور كبير جدا، خصوصا في التكوين ديال المستقبل ديالك، في انك في السعاده ديالك، وخصوصا خصوصا في البدايه ديالك الا بغيتي تبني شي مشروع ولا بغيتي دير شي ديبلوم ولا بغيتي تنتج في مجال معين ولا تحتي فيها بان هاد الاشخاص هادو ممكن انك كما كنقولوا tu peux rater ta carrière ولا ta vie en général، يعني ممكن يكون عندك واحد الاحباط، وللاسف لما كيجيك في واحد الفتره ديال الزمن ولا في واحد السن اللي انت شاب وداز داك الوقت اللي خصك كان فيه انك تخدم وتدمر وتسهر على اساس لان كانت عندك الطاقه وتحرمتي منها في داك الوقت ولا فشلتي في داك الوقت، كيكون صعب انك تدارك الموقف من بعد. لهذا كونوا على بال، كنتمنى ان هذه الرساله انها توصل، وردوا البال مع من كتجلسوا، ردوا البال الاشخاص اللي اذا اقتضت الضروره انك تجلسي معهم انك ما تدخلش معهم في نقاشات حاده، حاول انك الكالم وما لا تجادل، ديرها في راسك هذه لا تجادل، ما عمرك تجادل الشخص اللي سلبي، لانه هو غادي يغلبك غادي يغلبك، وفي الاخر هو اللي غادي يديها، علاش؟ لان الطاقه ديالو السلبيه تفوق الطاقه الايجابيه بكثير جدا، وعنده جميع السلاح، كيشوف كل شيء. الا بغيتي تشوف دابا حاليا، الا بغيت الا بدينا كنهضروا على الطاقه السلبيه دابا غادي نبكيكم، والحروب ودول وفلان وهادو ما عندهمش هادي، ولكن الا بغينا نشوفوا عاوتاني الامل والسعاده وهذا راه غادي نشوفوها حنا، وطريقه ديال النظر ديالنا كيفاش حنا كنشوفوا الحياه باي نظارات كنحطوا، كنحطوا النظارات السلبيه راه كنشوفوها السلبي، كنحطوا النظارات الايجابيه كنشوفوها الايجابي، بالرغم من انهم بجوجهم كاينين. ولكن لما كيدخل معك الشخص كيقول لك وانت او السياسيين، كتقول له شوف الشريف اشنو نقدر انا دابا، اعطيني اشنو نقدر نغير، انا كنتحمل المسؤوليه ديالي وكنغير داكشي اللي نقدر عليه، وحاليا الحاجه الوحيده اللي نقدرها هي نفسي والمستقبل ديالي خصني نخدم عليه. كل واحد يتحمل مسؤوليته، انا ماشي الدور ديالي نمشي نصلح التعليم، انا ماشي الدور ديالي غتقول لي لا والفساد والاجرام، ماشي الدور ديالي انني نصلح الاجرام، عارف كاين وهذا الله يعاون السلطات معاه، ماشي الدور ديالي، عارف ان الخدمه والشوماج الارزاق بيد الله، انا ندير داكشي اللي عليا، نشد داك الدبلوم نحطو وداكشي يحن الله، نتعلم هاد الكفاءه نعرفها، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما تقدرش تقارن واحد اللي هو عارف وقاري وفاهم مع واحد اخر اللي ما عنده حتى معلومه، دير داكشي اللي عليك، ثبت، ادرس، ناقش، ومن بعد الباقي
الله سبحانه وتعالى غادي يشوفه هو اللي غادي يحدد، وكل واحد غادي يجازي على حسب داكشي اللي غادي يدير وعنده المستقبل ديالو وهذا. ولكن ما تخليوش ان هاد الناس هادو تنساقوا في هذا الاطار اللي هو سلبي وممكن انه يحطم لكم حياتكم. نتمنى ان هذا الفيديو يكون استفدتوا منه، حاولوا انكم تعطيو هذه المعلومات هذه ولا انكم تنقدوا بها الاشخاص اللي ممكن انهم يكونوا عندهم اذان صاغيه قرب منكم وممكن يستفدوا، بارطاجوا معهم الفيديو هذا. ولا كانوا ناس ممكن كيأثروا عليكم وبغيتوا انكم تحاولوا انكم تفهموهم باللي راه داكشي اللي كيديروا ماشي مزيان، حاولوا انكم تبارطاجيو معهم الفيديو وما تناقشوش الا بالتي هي احسن. ما تحاولوش ما عمركم تدخلوا في صراعات، لان الانسان اللي هو واعي وعارف ما خصوش يدخل في صراعات. كما كيقول لك في التليفون كتهضر كلشي كحل، عندك الصح قول له كلشي كحل. نتمنى الاخوان تكونوا استفدتوا في الفيديو هذا. الا كانوا عندكم اقتراحات اخرى بالنسبه للفيديوهات الجايه خليوها في لي كومونتير ديال هذا الفيديو هذا، راه كنقرا جميع التعليقات، وان شاء الله غادي نستمروا في هذه السلسله ديال التطوير الذاتي، ونتمنى انني فدتكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.